دعاؤه عليه السلام في التذلل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي مولاي، أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟ مولاي مولاي، أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولاي مولاي، أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ مولاي مولاي، أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ مولاي مولاي، أنت المغيث وأنا المستغيث، وهل يرحم المستغيث إلا المغيث؟ مولاي مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي مولاي، أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي مولاي، أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي مولاي، أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي مولاي، أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي مولاي، أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي مولاي، أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.